السلام عليكم الزامي، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقات اللي غيكونوا سبيسيال ديال ستريت ارت، اللي واحد لابتيت تورني في لوروب باش ديروا دي انترفيو مع دي رابور اللي هما مغاربه وكيرابيو بالمغربيه في لوروب. اليوم حنايا كاينين في سويسرا، بالضبط في واحد المدينه اللي معروفه بالسياج اولمبيك ديالها، معروفه بصناعه ديال الماكن. مرحبا بكم معنا في لوزان. السلام عليكم الزامي، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه اللي هي سبيسيال من مدينه لوزان، ومعنا الرابور ديالنا امين سحت الليل اللي كان شحال هادي سميتو ماستر فلو، اللي قليل واحد لا جينيراسيون اللي هي شويه قديمه اللي غادي تكون كتعرفوا. كان طلع في البولفار في 2010 دا تخوازيام بري، كان طلع طالع مع الصائر، كان طالع مع شكون كان ام بوي اللي كان دافا ام بوي بروميير بري ياك اللي كان، وانت ما بقاش فيك الحال مني ما ديتيش بروميير بري، ما بقاش فيه الحال حيت اول اكسبيريونس. اول اكسبيريونس ها امين تحت الليل، اول اكسبيريونس ديالو كانت وهي في لاسين ديال البولفار. عاود لينا داك كيفاش، باش حسيتي ملي طلعتي لاسين وشفتي داك الجمهور كامل تما ياك يتفرج فيك وانت باقي صغير ديك الساعه، عندك 14 عام يعني اصغر واحد غادي يطلع البولفار في ديك الوقيته. واه ما كنت شويه بلايبين، طلعت كان عندي داك الادرينالين، والبولفار راك عارف انت كيفاش داير، فهمتي ملي كطلع البولفار اوبليجي ديك ليبوك، مازال دابا شويه قل، ولكن ديك ليبوك تيتي اوبليجي خصك تدوز من البولفار باش تسمى فوالا فهمتي، تدير الطوبون ديالو اللي طلع البولفار صافي ديك التلونسا اكزاكتوم، حيت لقيتها ما كانش يوتيوب، ما كانش قليل لي بلاتفورم ديجيتال ما كانوش. كنتي كتلوح، كان يوتيوب ولكن كنتي كتلوح مورتو ولا ضرب لك 10,000 فيو راك. لا هو الصراحه باش نكونوا فاهمين، كان يوتيوب ولكن ما كناش كنعرفوا يوتيوب. لا وما كانش الادس ديال اليوتيوب، ما كانش حد سمع الادس يعني. كنتي كترابي علاش؟ بوغ لو بليزير، وضروري اي واحد كان ترابي في ديك الوقيته الا هو وكتلقاه عنده واحد العيبه اللي خلاته راب ياك. نتايا كامين شنو هي الحاجه اللي خلاتك انت ترابي وانت عندك 14 عام؟ يعني ديك الكتبه اللي كنتي كتكتب شويه كانت كبيره عليك. بزاف الناس ديك الوقيته كانوا يقولوا لا راه كيعاونوا شي واحد، لا راه كيكتب لي شي واحد. واه سي فغي، شي حاجه كتكون عندك شي فائض لداخل خصو يخرج برا، دونك فورسيمون كيخرج في حاجه، سواء كيخرج في كوره وانا ما كانش عندي مع كوره بزاف، سواء كيخرج في الرسم، سواء يخرج في لعيبه، انا خرج في الراب فهمتي. حيت كنت سمعت كنت في السادس باقي عاقل، كنت تصنت العود الليل المورسو اللي كنا دوينا عليه قبيله. بلاتي دابا عاود الليل كنتي كتصنت لهم خزنه من دارك. لا ما عمرني كان عندي هذا المشكل مع الدار، كانوا مسوتنين، ولكن عاود الليل كانوا شويه كيخسروا الهضره وداك الشيء. واه ولكن ما كنتش كنتصنت، ولكن كنتي كتصنت لهم بوحدك تخبيها بوحدك، ولكن ماشي ديك اللعبه ديال كنتخبى على الدار باش ما يعرفوش. لا غير على قبل عاود الليل، عاود الليل اما كانوا ديك الساعه كازا كرو، كنتي كتبزك كازا كرو كلبي، كانوا ديك الساعه كيبانوا لك دي ستار ديك الساعه. سيتي دي ستار، اي مغربي كانت عنده ديك البالادور ام بي 3 وعز عليه الراب كتلقى فيها كازا كرو من زلقه لزلقه، الالبوم بصمه. وي تبديت الراب في 2010 ياك؟ 2006 2006 بديت الراب يعني. 2006 بديت الراب، 2008 اول جروب واول مره سجلت. شنو سميت اول، شنو سميت الجروب ديالك؟ بيرز السايد، بي ار زيد سايد، بي ار زيد ديال بورنازي. هذا عمري ما سمعت انا هذا الجروب هذا. لا كان جروب كنا غير تو ان فيموس. واه اوكي. واه من بعد ملي درت الجروب رجعتي سولو؟ من ورا الجروب كنت او ميم طون جروب، ولكن كنت كنكتب بزاف، كنت صافي انا ماشي. كنت عندك 14 عام وكتكتب عادي بهذاك النيفو، كنتي دزتي في اجيال مع سمير غيلان ياك. وداك كان داز معكم تما مو ديال البولفار. واه في ديك الوقيته ورابيتي لهم وسط البلاطو تما، والجمهور عجبو الحال وقالوا لك، هما قالوا لك قال لك انت كيفاش هاد الكتبه كتكتبها بحال هكا وانت باقي صغير؟ ما عرفتش اش كيفاش كنتي كتكتب انت؟ كنت كتريح كنت حاط انستري في ودنيك كتبقى تكتب؟ منين جاتك هذيك الكتبه؟ واش من حيت خرجتي للزنقه بزاف ولا عشتي شي حوايج اللي كبر من اللاج ديالك ولا كيفاش؟ هاد اللعيبه بعدا اللي قلتي عشتي حوايج كبر من اللاج ديالي، دونك فورسيمون انت في الكتبه ديالك كتحس بهذيك اللعيبه فهمتي؟ كتحس انك وشاف ملي كنت كنريح مع الدراري ديال لاج ديالي ما كنتش كنتفاهم معاهم، ما كناش كنفكروا لا ميم شوز، دونك فورسيمون صحابي ديما كبر مني. يعني حتى صحابك اللي كنتي مصاحب معاهم كانوا هما كبر منك ياك؟ واه فورسيمون. من مورا البولفار شنو درتي؟ مورا البولفار لعبت في جينيراسيون موازين. لعبتي في جينيراسيون موازين، كنت طلعتي انت وتوبي ياك؟ ومارشال. مارشال كان دي جي. واه مارشال كان دي جي. طلعتوا لجينيراسيون موازين، ديك الساعه موازين كانت كدير واحد اللعيبه سميتها جينيراسيون موازين. باقا شدار؟ باقا شدار؟ جو بونس با واقيلا واش باقا كدار ولا لا.
كانت كتعطي واحد الكود بوس للدراري اللي تي رابي وهادي، وكان شي يكون واحد الجوري اللي كانوا طلعوا فاني كانوا معكم حتى شايفين في نفس العام اللي طلع شي كانوا معنا شايفين وما داوش شايفين بروميير بري، كانوا داوش ولكن هما اللي خصهم يدوا بروميير بري. المهم حتى الدراري الاخرين هما يستاهلوا صراحه. لا ما يستاهلوش. علاه ما يستاهلوش عسيري اونيت فينا ما كتسمع بهم اليوم ما كنسمعش بهم ولكن عسيري فدير لا فيريتي. طلعتوا انت غاصه موازين شنو درتوا؟ واش ربحتوا منا شي حاجه زادتكم شي حاجه؟ انا بيرسونيلمون ما ربحتش منا والو لا سيتي جوست ان اكسبيريونس. انا ديك لوغايه كنت ماتريكسي بموسيقى سالي، انت كنتي كتشوفني كيفاش كنت كنت ماتريكسي بموسيقى يعني النهار كامل انا حياتي موسيقى، ما كنتش ندراسه ما كنتش كنمشي لها، كنبقى النهار كامل وانا كنسجل 4 مورسو باغ جور 3 مورسو باغ جور النهار كامل وانا كنسجل تسد على راسي فهمتي. دونك اي لعبه كنت كنقدر نبارطاجي في هذاك الار ديالي كنمشي لها. من مورا ما جينيراسيون موازين وداك الشيء بديتي كتطلع لي فيستيفال دي كونسير بديتي كتدور شويه الصرف بالراب شويه ياك كان ما كانش ديك الساعه فلوس تاع سبوتيفاي ولا شي لعيبه ولا شي لي بلاتفورم ديجيتال كان بغيتي فلوس خاصك ترابي تطلع لاسين تخلص تهبط لاسين هي الحاجه الوحيده اللي كنتي كتخلص منها. شحال هو اكبر كاش كنتي خديتي من شي سان ديال شي المغرب؟ اكبر كاش كنت خديتو ما خديتوش من لي سان، خديتو من واحد المورسو كنت نحشو في الالبوم وكنت وكانوا خلصوني واحد لاسوسياسيون باش ندير لهم مورسو ورا داك المورسو عجبني سميتو مشقاش ولدي و لاسوسياسيون سميتها مشقاش ولدي ماش باقا ولا لا هذاك هو اكبر كاشي بالنسبه لدابا ماشي شي كاشي كبير فهمتي ولكن ديك الوقيته انت عندك مثلا 15 عام ولا 14 عام راه غيكون تيبان لك انه كاشيني 20000 20000 درهم و 20000 درهم انت كنتي ديك الساعه راه 100 ريال تبان لك شي لعيبه غاتشري لك 5 ثاني داكور يعني 20000 درهم شنو درتي بها؟ انفيستي في موسيقى انفيستي في شريتي ماتريال بديتي كتسجل كان عندي واحد الماتريال محشر من مورا لسان وداك الشيء والراب كنتي غادي فواحد النيفو زوين واحد النهار كنتي درتي واحد البوز في المغرب واكثريات عاطفوا معاك كنتي غادي في الطريق ما عليك ما بيك جا شي واحد ضربك شي ضربه من هنايا حتى هنايا الله يستر وي ياك وي انت باقي صغير واش ضربتي ما ماني دوش في هاد اللعيبه ولكن داك كيفاش غنشرح لك كانوا كيوصلوا واحد الميساج بيزار لسان مشيني دي ميساج بيزار في فيسبوك لي ميساج ديال بنادم حاقد حاقد بدون سبب فهمتي خطو انا كنعرفني كيفاش كنت تشيل في كوان ديالي كندير مزيكا كنلوحها ترونكيل فهمتي ولكن كانوا دي ميساج في شكل وتراد في دوك لي ميساج واحد ورا خو ورا خو ورا خو واش تهديد ما دا ميساج فيهم تهديد شنو شي يقول لك مثلا حبس الراب ولا اش تخربق اش كدا اش كدا حنا عارفين فين كتسكن عارفين فين كتحرى عارفين فين كدا واش ديك الضربه هي اللي كانت السبب ديالك باش وقفتي الراب؟ من الاسباب وكنتي هاز معاك تليفون هاز معاك فلوس ما داولك حتى شي حاجه ضربوك ومشى واش هما كانوا بزاف ولا واحد؟ كانوا ثلاثه كانوا ثلاثه واش وقفوا عليك بحال هكا ولا؟ دابا انا غادي كنتمزك اشرح لي انا كيفاش كنتي غادي جا ودار لك بق ومشى ولا وقفوا عليك وهضروا معاك عاد ضربوك ولا كيفاش طرات لاكسيون؟ كنت غادي كنتمزك بالليل ما سمعتهمش انا جايين وراك في دربكم ماشي في دربنا بعيد شويه على دربنا اها وصافي بالليل ماشي 11 الليل ولا شي لعيبه بحال هكا انا غادي قالوا لي شي هضره ولكن انا ما عقلتش على كل شيء ماشي الادرينالين ولا اللعيبه ما عقلتش على كل شيء صافي وطرا داك الشيء اللي طرا وشميت غادي للدار شميت غادي للدار بالنسبه لي ما كاين والو حيت انا ما شفتهمش فاش ضربوني فهمتش كيفاش؟ ما شفتش انا الضرب ما حسيتش بها الدم على نتايا تضربتي ومشيتي عاد حسيتي بالضربه انا تضربتي مش غادي في الطريق انا صافي بالنسبه لي صافي راه تفارى الفيلم ومشي شحالي فهمتي تليفوني في جيبي فلوسي في جيبي كلشي في جيبي تمش غادي شويه غنحس براسي شي دور حس براسي شي دور تنمشي وتنجي ولكن انا قلت ما رديتش البال فهمتي باقي صغير ما حسيتيش بالضربه ولا شنو؟ شويه كنحس بالدم هنايا فهمتيني كندير هاكي باليد دمايا حوايجي كلهم دم خرج مني بزاف ديال الدم مابقاش كنجريش وصلت للدرب وانا نتلاقى مع واحد الدري عشيري وانا نقول ليه شوف شنو واقع هنايا فهمتي وي الدري كيبان ليا بياض حد الدري حمزه راه باقي عاقل على هاد اللعيب ولد دربن بلانك بان ليا بياض وانا نمشي باقي عاقل عند واحد مول الحانوت حدانا كان عنده واحد المرايه وانا ندير بحال هنا وانا نخشي صبعي هنا ويتخشى كامل اصاحبي بلاصه كلها بحلول صافي طلعت للدار مشيت داوني الدار للسبيطار وانا غادي في السبيطار خرج مني الدم بزاف وغيبت مابقيتش عاقل على راسك لا مابقيتش عاقل على والو من مورا حبستي الراب قاعد غبرتي على الساحه الفنيه كانوا كتبوا عليك في لي جورنو دازت واقيلا كاع في شي غوبورتاج في التلفازه شي لعيبه ياك هضروا عليك واحد الدري رابي واحد بقيت حتى كنتي ميدياتيزي واحد شويه وي ام تي بو واحد لقيت خبرتي من الساحه الفنيه مابقيتيش كتسمع ماستر فلو كنتي كتخالط الناس كتقول شي واحد ماستر فلو تقول لك ماستر فلو تقول لا راه ماستر فلو من بعد
شحال دازت عليها من عام جيتي هنايا لسويسرا انطاليتي هنايا في سويسرا لقيتي خدام على راسك ياك قلبتي على الراب واحد شويه لا ما ماني قلبتش على الراب ما قلبتش على الراب ولكن تهضر لك على ماشي كترابي لراسك نقول لك على ترابي للجمهور باش اللوح زعما مزيكا واي غبرت غبرتي على الساحه الفنيه واحد الوقيته شفنا تبدلات السميه وسميتي راسك سحت الليل واي علاش علاش سميتي راسك سحت الليل سحت الليل كانت ديجا من شحال هاد حيت انا واحد الوقيته اللي قلت لك كنت ماطري كسب مزيكا كنت كنعس بالنهار وكنفيق بالليل أمت مت الوالدة الله يرحمها كانت كتقول لي كتشوفني كنعس بالنهار وكنفيق بالليل كنبقى الليل كامل قدام المزيكا فوالا اكزاكتوم كنبقى نكتب واللعيبات ويقول لي سحت الليل بقات لي ديك اللعيبه في دماغي ولكن هذيك الوقيته انا معروف بسميه اخرى مازالش نبدل دونك او ميم طون بقيت كندخلها غير بشويه بشويه وفي دماغي كنت واحد النهار غادي نرد هذيك تحت الليل هي الاوفيسيال هي الاوفيسيال حيت عندها معنى بالنسبه لي ماستر فلو ما عندهاش شي معنى ماستر فلو كان هذيك السميه اول سميه لقيت وصافي ودرتها فهمتي وبقيت باه صافي وبديتي كترجع للمزيكا بديتي كتصور كليبات واش ديك البوز اللي خديتي في حياتك علاش خديتي هذيك البوز علاش ما كملتيش واخا ورا ديك الضربه يعني كان شي اخر يقدر يستغل هذيك الضربه في واحد البوز اخر عاوتاني ما كانش عندي كاع ديك لانتيليجونس انني نستغل هذاك البوز باش نزيد نكبر البوز وملي وصلت لواحد لاش 18 عام حيت الضربه كانت تقريبا في 17 عام وصلت 18 عام كتبان لك الحقيقه كتخرج الحقيقه زعما نافيغي على راسك اللعيبات كما قلتي قبيله كبرت فوالا اكزاكتو كبرت قبل الوقت كنشوف فهمتي الحاله راك عارف عادي خاصك تصوبي لا فامي خاصك تخدم خاصك صاحبي ديك الساعه تولي انديبوندون كتولي المشاكل ديال عائلتك هما مشاكلك ملي كتكون صغير كيكونوا المشاكل ديال عائلتك وانت راه ابار كتوصل لواحد لاش كيوليو المشاكل ديال عائلتك هما المشاكل ديالك وانا وصلت لهذاك لاش ديك البلان في 18 عام دونك فورسيمون خاصني نخرج نخدم على راسي واللعيبات كيفاش جيتي سويسرا هنايا اللعيبات يعني فضلتي انك تحبس الكارير ديالك الميوزيكال وتتبع شويه شي حاجه اللي هي سيريوز اللي غادي تضمن بها حياتك وعاد ديك الساعه نستابيليزا مزيان ديك الساعه نشوف الراب ديك الساعه حيت الراب راه نورمالمون راه يقدر يوكلك مزيان ولا يقدر ما يوكلكش ديك الوقت ما كنتيش تقدر تاكل به مزيان ما غاديش تاكل مزيان ديك الوقيته اما دابا وقتها دابا ودابا مازال لي سبوت لي شيفر لي شيفر اللي كيخاف لي بلاطفور ولكن خاصك تفرقع مزيان في ليفي باش تخلص مزيان يعني كيبقى هو الراب اول حاجه خصو يبقى يبقى كيدار حبا فيه فهمتي وكيدار بالقلب دو توت فاصون الا ما كنتيش كدير شي حاجه بالحب ما تعطيش فيها ما تخدمش 17 ساعه في النهار ما تخدمش 16 ساعه في النهار هذاك الشيء و او ميم طون لا قدرتي تعيش بها طون ميو مزيانه كديرها هوك وكتخليه بلون المهم خصو يبقى بلون بي فهمتي نورمال الا راه عطاتك في الاول عطاتك مزيان صافي سير الله يسهلك ولا تخليه بلون بي بما ولا بلون ا بما ولا بلون ا هذاك هو البلان راه ولا بلون ا راه مزيان كدير هنايا الحياه عندكم هنايا في سويسرا في مدينه لوزان يعني انت كي كتجيك الحياه هنايا مبدلاه جاتك مبدلاه على المغرب فاش جا الله جيت تصدمت شويه ما فهمتش والو لا وليتي كتولي كتبغي دير شي حاجه كتقول لي لا راه لا راه غنقطع في هذيك اللعيبه ديال البوليس بعدا كتشوف البوليس كتزرى واخا ما عندك حتى شي لعبه ما دير والو دير والو كتزرى راه يلا حيدش منا شي 3 شهور دابا وين سنين وانا هنا كتشوف البوليس كتزير ولا شي باراج كتزير واخا ما دير والو كلشي عندك لا الحياه كال انا شي عندك دابا هنايا يومين صراحه عجبني الحال زوينه بنادم اوبن مايند ما كيتسوق عليك حتى شي واحد كما كتشوف دابا حنايا هنا مريحين كنديروا انترفيو بنادم غادي دايز البوليس كيدوزو ما كاينش اللي كيهضر معاك ما كاينش اللي تيقول لك اخويا واش عندك اوتوريزاسيون واش عندك هادي ولكن هما ماشي اللي ولفوا هذيك لا ليبرتي كما انت دابا مريح كدير انترفيو ما كاينش اللي يدو معاك يقول لك مالك فين غادي لا حد ولا واش عندك اوتوريزاسيون ما كاينش اللي يدو معاك الدرون عاوتاني تقدر تطلع هنايا ما يهضر معك حتى شي واحد عادي لا في المغرب طلع الدرون يديك تديوك حتى ويا وراه هذا هو المشكل هذا هو المشكل يعني والبلان هو انه ما حد لي زوتوريتي كيقمعوا في لي جون ولي جون غيخرجوا لحاجه اخرى وداك الشيء اللي غتقمعهم عليه وفي النهايه غيديروه تخبيه وما غاديش يعطي اما راه درتي شي حاجه وانت هي اللي بخفاه وعارف راسك عادي وبيس وسير دير اللي بغيتي اش يعطي فيها غديرها وغديرها بمسؤوليه اكزاكتوم فهمتي دونك خصهم يشدوا داك الشيء ويقنوه ولكن هذا الشيء راه صافي ديزاني وش بونس ماشي انا الاول غنقولوا راه قالوا راه 600000 واحد خص داك الشيء يتقننوا عطاو لا ليبرتي لي جون حنا عندنا واحد اللعيبه ديال الناس ملي تيوصلوا المسؤولين تيوصلوا سيغتان 40 عام 50 عام كيولي مسؤول كيولي كيبان ليه لي جون تيخربقوا يعني ما فاهمينش هو اللي خصو يقيديهم
الوغ كو لي جون صاحبي شبعانين دي زيد زوينين شبعانين باغيين يسون كرياتيف باقي الدماغ خدام مزيان كيقتلوا فيهم الابداع في المغرب اكزاكتومون وهاد اللعيبه كنا كنهضروا ما يخليكش تبدا على خاطر هاد اللعيبه كنا كنهضروا فيها انا واحد الدري داك النهار كنهضروا على داك لونفون اللي داك الدري الصغير اللي كيكون في الداخل علاش ملي كتوصل لواحد البلاصه كتقتلو كيموت ما كيبقاش داك الدري اللي كيحلم وداك الدري اللي كيفهمش البلان لاغ عنده واحد لو ليان ملاصق مع الفيلينغ والانسبيراسيون والانسبيراسيون مش قدرش كومونديها مع 8 وتجيك مع 9 الانسبيراسيون كتجي سور لو مومون كتجي سور بلاص وخاصك تاخذها سور بلاص سور بلاص تكري اللعيبه فهمتي البلان ولكن انا غتجيني الانسبيراسيون مع الربعة وخصني ندوموندي اوتوريزاسيون ديال الشل بعد غد وصافي فهمتي البلان دابا حاليا دابا عندك واحد لاشين يوتيوب اللي سميتها صحت الليل ياك سميتها صحت الليل ياك صحت الليل صحت الليل ليه فيها كليبات صورتي كليبات مؤخرا لحتي اخر كليب سميتو كومي فاي سوري ماما ما كرهتش نكون قريب صدامي خاوي خصني نكونفري لا ربي حطك قدامي خصني نكون بري ما تخليش ريال خصني نكونفري من بعد ان شاء الله شنو هو الجديد ديالك اللي غادي تخرج جديد خدام في واحد لو بي ما فيها حتى شي تراك خرج مازال ما خرج منها شي تراك شكون كامله اكسكلوزيف وار فيها شي 6 ولا 7 ديسك نورمالمون ني فيغ لا فان لا في الاخر ديالها ميكساج دابا واه في الميكساج واه في الميكساج و لو بي غيكون فيها ان كونسيبت من الاول حتى الاخر غيكون فيها غتكون فيها هيستوار غتكون فيها فهمتي واحد ستوري تيلينغ صغير ماشي كبير ماشي بحال الخدمه ديال الالبوم مي بغيت ندير داك ليكزيرسيس غا بور لو بليزير وصافي فهمتي واه غتكون فيها كليباج غيكونوا فيها كليباج شكون اللي كيخدم معاك دابا حاليا في لونجيسترومون لي كليب داك الشيء وانت هنايا في لونجيسترومون كنخدم مع راسي في ميكساج كنخدم مع راسي وفي ماسترين كنخدم مع راسي ما كاينش كليباج كيخدم مع راسي هنا في سويسرا ما عندكمش انا شي استوديو ناضي هنا سي كاينين لي استوديو ما كاينينش دي لابيل كاينين دي لابيل علاش ما حاولتش تمشي تدق على شي باب وهادي وتبريزونت راسك تقول لهم انا راه هنا كذا هادي يعني تشوف ما تقدرش تعرف والسؤال الثاني بغيت نقول لك هو انك علاش دابا نتايا ما رابيتيش باللغه الاجنبيه مثلا اللغه ديالهم هنا عندهم في لوزان كيهضروا فرونسي شنو نعاود لهم المهم فرونسي علاش ما رابيتيش بالفرونسي وخليتي راسك انك ترابي بالعربي واش غنعاود لهم بفرونسي شنو غتعاود لهم ما عندناش نفس الفيكو ما عندناش نفس الحياه ما غنعاودش لهم نفس الحاجه ما نقولش لهم نفس شوف دابا انت ماكش برد لك الغدا يدا العربيه سالينا سالينا سالات نتمنى ان شاء الله نعاودو نرجعو عندك ان شاء الله نشوفو مرحبا شيري وقت ما جيتي مرحبا بك حتى انا ان شاء الله كتكون سالات الحلقه ديالنا نتلاقاو ان شاء الله في شي مدينه اخرى في شي بلاد اخرى مع شي رابور اخر تشوف عليكم وديما وي ار ستريت ارت فور لايف جينغ